حصل البصري رئيس قسم الرياضي تيلي ماروك. بالنسبة لهذا الحدث اللي أثار جدلا واسعا ماشي على المستوى المغربي ولكن أيضا على المستوى القاري والمستوى العالمي، بالنسبة لي أنايا هذا التوتر اللي عاشوا فريق النهضة البركانية وعشناه احنا كمغاربة مع النهضة البركانية ماشي مفاجأة، لأن أي رحلة سواء للأندية أو المنتخبات الوطنية إلى الجزائر إلا وكتكون فيها توتر وكتكون فيها احتقان وما كتمرش مرور الكرام. اليوم الأجهزة الوصية على كرة القدم الإفريقية والعالمية أمام اختبار حقيقي يجب وقف هذا النوع من استخفاف بالقوانين، خاصة اللي كيولي فريق في رحلة لمواجهة فريق جزائري ويجد نفسه محروما من قمصان. هذه سابقة كنظن هذه الأولى وقعت، لأن القمصان قد تضيع في المطار نعم، ولكن أن تحتجز من طرف جمارك المطار فهذا هو العبث. أنا أحمل المسؤولية للاتحاد الجزائري لكرة القدم لأنه لم يتدخل لإعادة القمصان إلى الفريق المغربي. على العموم كان لجنة الانضباط لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كانت حاسمة وأعلنت فوز فريق النهضة البركانية بثلاثية. نتمنى أن النهضة البركانية تكون في النهاية وتفوز باللقب ونعطيه درس لصناع هذه الفتنة، الناس اللي هؤلاء الناس اللي يقحموا ما هو سياسي فيما هو رياضي. كفى من العبث، كفى من العبث.